من اكتر البقع اللي ممكن تعكنن علينا بقعة الزيت وبقعة الدم. كم مرة واحنا بنعمل اكل جه علينا زيت من غير ما نقصد، وكمان واحنا شغالين في البيت او بنلعب او مسافرين، اي موقف ممكن نتعور فيه ويجي على لبسنا دم. النهاردة في كوين كلين هنتعلم ازاي نتخلص من بقعة الزيت وبقعة الدم بخطوات بسيطة جدا. خلونا في الاول نتكلم عن بقعة الزيت وازاي نتخلص منها بكل سهولة. الزيت مبوظ لنا هدوم كتيرة جدا مش عارفين نتعامل معاها ولا نلبسها تاني، وده غصب عننا بيحصل واحنا بناكل او احنا بنطبخ زي ما قلنا. يلا وباسهل طريقة نتخلص من بقعة الزيت. دي بقعة الزيت، وعشان نتخلص منها اول حاجة هنحتاجها هي بودرة الاطفال وفرشة الاسنان. هناخد بودرة الاطفال ونوزعها كده على البقعة وهنسيبها لمدة طويلة، ونرجع لها بعد شوية نفركها بفرشة الأسنان. زي ما انتوا شايفين حطينا بودرة الأطفال على بقعة الزيت، هنسيبها ساعة تكون البودرة امتصت الزيت ونرجع نشيلها ونفركها بفرشة الأسنان. بعد ساعة رجعنا لبقعة الزيت، هنبتدي نفرك البودرة بالفرشة ونضغط كويس. الأماكن اللي هيبقى فيها بقعة الزيت هتحسها تقيلة شوية تحت الفرشة وانت بتفرك، هنكرر ده كتير، هنفرك كل حتة موزعين عليها البودرة. عشان نضمن ان هي بتطلع بعد ما امتصت الزيت، ونغسل اللبس عادي جدا. ودي كانت النتيجة بعد ما غسلنا بقعة الزيت. بالفعل البودرة امتصت الزيت وبقت زي الفل بعد ما دخلت الغسالة. تاني بقعة معانا هي بقعة الدم. مش كتير لا قدر الله بتحصل لنا بقعة دم، بس لو حصلت خلينا نشوف هنتعامل مع الموضوع ازاي. اول حاجة هنحتاجها عشان نخرج بقعة الدم مية عادية خالص باردة، هنرشها على بقعة الدم. بعد كده بنمسك الصابونة بالشكل ده ونبتدي ندعك المكان اللي بليناه على البلوزة اللي عليه بقعة الدم، اضغطوا كويس قوي، وياريت وانتوا بتغسلوها بعد كده تحطوا لها اي معطر للملابس كمان عشان الريحة. محتاجة بس نضغط عليها شوية كده اهو وبتخرج معايا. هنرش مية ونكمل كده. احنا شلنا 90% من بقعة الدم، هنغسلها ونرجع نقول لكم النتيجة. ودي كانت النتيجة بعد ما غسلنا البلوزة اللي عليها بقعة الدم ونفذنا كل الخطوات اللي قلنا عليها. زي ما انتوا شايفين البلوزة رجعت ولا كأن كان فيها اي حاجة. ودي كانت طريقتنا النهاردة علشان نتخلص من بقعة الدم وبقعة الحبر. تابعونا واستنونا في كوين كلين عشان تتخلصوا من كل البقع اللي ممكن تضايقكم.